خطوة جديدة تقرب الإمارات من الفضاء، أعلن عنها على تويتر نائب رئيس الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، حيث كشف في تغريدة عن اسمي أول رائدي فضاء إماراتيين لمحطة الفضاء الدولية، وهي المحطة التي تم إنشاؤها عام 1998 بتعاون بين الولايات المتحدة وروسيا وتمويل دول أوروبية وكندا واليابان. وأضاف أن هزاع المنصوري وسلطان النيادي يمثلان كل الشباب العربي ويرفعان سقف الطموحات للأجيال الإماراتية الجديدة. الشيخ محمد بن راشد أشار أيضا إلى أن الإمارات لديها البرنامج الوحيد لإطلاق مسبار للمريخ في المنطقة، ولديها قدرات صناعة الأقمار بنسبة 100%، كما لدى الإمارات قطاع فضائي باستثمارات 20 مليار درهم. وعلى تويتر أيضا بارك ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد لهزاع المنصوري وسلطان النيادي بمناسبة اختيارهما أول رائدي فضاء إماراتيين، مضيفا أن هذه الخطوة تعكس تحدي الإماراتيين، متمنيا لهما التوفيق والنجاح في مهمتهما المقبلة. وفي تغريدة أخرى أكد ولي عهد أبوظبي أن طموحات الإمارات مستمرة. هذا الحلم بالسفر إلى الفضاء الذي تحقق للشابين الإماراتيين قد يكون حلم كثيرين في العالم، فهل أنت أحدهم؟ هذا كان سؤالنا على تويتر، والإجابات جاءت كالتالي: 44% يحلمون بخوض تجربة السفر إلى الفضاء، فيما لا يحلم بذلك 56%. إذن النسبة نوعا ما متقاربة. هذا كان سؤال حلقتنا لليوم، ويمكنكم المشاركة في التصويت أو معرفة النتيجة النهائية بزيارة حساب البرنامج على تويتر الظاهر الآن على الشاشة. ولتفاصيل أكثر عن هذا الإنجاز العربي ينضم إلينا عبر الهاتف مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية في مركز محمد بن راشد للفضاء سالم المري. أهلا فيك معنا أستاذ سالم، وخليني أبدأ معك بعد هذا الإعلان وتغريدات الشيخ محمد بن راشد. كان في لبس عند بعض الناس، البعض قال إنه الأمير سلطان بن سلمان هو أول رائد فضاء عربي ومسلم صعد إلى الفضاء عام 85، فكيف يكونوا هم كمان أول رائدين فضائيين أو فضاء عربي يطلعوا؟ صح، أول شيء مشكورة على الاستضافة. طبعا الكلام هذا صحيح 100%. أول رائد فضاء عربي مسلم كان الأمير سلطان في سنة 85، وتلاه أيضا في سنة 87 رائد فضاء سوري، وبعد ذلك من 87 حتى اليوم ما كانوا عندنا رواد فضاء. طبعا التغريدة اللي طلعت اليوم صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد وصاحب سمو الشيخ محمد بن زايد كانت تغريدة تبين أن هذول أول رواد فضاء عرب بيزورون محطة الفضاء الدولية، وهذه المحطة انبنت مثل ما تفضلتي في سنة 98 وكملت الحين 20 سنة في الفضاء. فالفكرة أن هاي أول عرب، يعني أول عرب يزورون المحطة هذه. نعم. طيب إيش هي أهمية هذه المحطة وأهمية مثلا تواجد طاقم عربي فيها؟ والله طبعا هي تعتبر هاي المحطة مهمة جدا، لأن أول شيء هاي يعني تقريبا الحين 20 سنة عندنا حياة بشر في الفضاء الخارجي. هاي أول مرة على مدى 20 سنة يستوي هالشيء. وطبعا الزيارات تكون من تقريبا 10 أيام إلى أكثر عن سنة، ويقومون بفحوصات مختلفة، فحوصات طبية، فحوصات يعني تجارب علمية، تجارب بحثية في شتى المجالات. ففائدتها مهمة طبعا للعالم، وتبين هاي طبعا قدرتنا إن شاء الله في استكشاف الفضاء الخارجي. أول شيء في تجارب ممكن نسويها هناك في المحطة، بس أيضا إذا نبغي نسوي تجارب حول القمر في المستقبل وتجارب إلى المريخ، لازم أول شيء نسويها في بيئة قريبة من بيئة الأرض. نعم. طب الفريق الإماراتي هل الآن يخضع للتدريب؟ نعم، هي عندنا الأخ هزاع والأخ سلطان بدأوا تدريبهم، يعني طبعا مع الإعلان هم كانوا ذاهبين إلى روسيا وبدأوا التدريب. طبعا تدريبهم يعتبر جدا مكثف، لأن عندهم 8 شهور. هاي 8 شهور بتكون جدا صعبة بالنسبة لهم، لازم يتعلمون أول شيء اللغة الروسية، لازم يتعلمون على مركبة الفضاء الروسية هاي اللي بتطلقهم إلى الفضاء، ولازم يتعلمون على المحطة الفضاء الدولية كيف يعيشون في المحطة هذه، كيف يستخدمون الإلكترونيات والأجزاء المختلفة في المحطة، وأيضا كيف بينفذون البرنامج العلمي والتقني اللي مرتبين في مركز محمد بن راشد الفضاء لهم. يعني هم بيصيرون 10 أيام هناك، لازم يكون في برنامج علمي لهم. وممكن أزيد بعد أختي أن
طبعا واحد منهم بيكون الرائد الفضاء الأساسي وهو اللي بيطير في المهمة هاي، والثاني بيكون رائد الفضاء مثل ما يقولون احتياط، فقط واحد منهم هو اللي بيطير في شهر 4 إن شاء الله. إذن شهر 4 حتكون هذه الخطوة أو هذه الرحلة، إيش نقدر نقول الهدف الأساسي من هذه الرحلة وكيف هي بالنسبة للإمارات ككل وتقريبها من مشروعها الطموح في الفضاء؟ طبعا في وايد أهداف، بس إذا نشوف يعني بس نشوف يعني مثل ما تقولين تفاعل الشعب الإماراتي اليوم مع، وليس فقط الشعب الإماراتي، الشعب العربي أيضا مع الإعلان هذا، يعني مثل التفاعل هذا هذه أحداث مثل المهمات هذه، لأن ما نقدر نحن نخلط مثل الأحلام هذه والتفكير بالمستحيل والتفكير بوصول إلى الفضاء إلا إذا عندنا أشخاص يقومون بالمهمات الصعبة هذه، فهذا هدف كبير نقدر نحمس ومنهم أجيال مستقبلية إلى الذهاب إلى الفضاء. نعم. هذا هدف يعني أنا أشوفه يمكن من أعلى وأسمى الأهداف وراء البرنامج هذا، وأيضا في أهداف علمية، في أهداف تدريسية، في أهداف تدريبية، أن ندرب كوادر على مستوى عالي للمهمة هذه واللي هم مهمات في المستقبل إن شاء الله. نعم، وضحت الفكرة. نحن بنشكرك على هذه المداخلة وهذا التوضيح. كان معنا عبر الهاتف مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية في مركز محمد بن راشد للفضاء سالم المري، شكرا لك.